طيب البنجوين فيت، رجل البنجوين فيها فات؟ لا ما فيهاش فات، ما فيهاش دهون. طب رجليه من تحت فيها فيزر، فيها ريش؟ لا برضو. طب ازاي ان هي بتقدر تتكيف مع البولار كلايمت؟ هاو بنجوين فيت كان ادابت وذ ذا بولار كلايمت؟ ازاي رجل البنجوين بتقدر تتكيف مع البيئة اللي هي عايشة فيها الساقعة؟ ربنا عامل لها نظام دموي جميل جدا في الأوعية الدموية بتاعتها، هنشوفه دلوقتي. الأول نعرف ان وعاء دموي يعني الخرطوم اللي ماشي فيه الدم اسمه blood vessels. blood vessels أوعية دموية. في أوعية دموية هتاخد الدم الدافي وتوديه للرجل السقعانة وتاخد منها السقعة ويرجع تاني، بس ساعتها هيتحول لدم بارد. فهنقول ان عندي some blood vessels، بعض الاوعية الدموية carry تحمل، هتشيل ايه؟ warm blood، هتشيل الدم الدافي توديه لفين؟ into the feet، هتوديه للرجل علشان تدفى. ما تدفى للرجل هتاخد منها السقعة، فيتحول الwarm blood الى ايه؟ الدم الدافي هيبقى ايه؟ هيبقى cold blood، هيمشي الناحية التانية. فنقول other blood vessels، عندي اوعية دموية تانية carry بتحمل the cold blood، هتشيل بقى الدم البارد من الرجل from the feet. طب وبعدين الدم البارد الكولد بلاد ده اللي هو جاي من الرجل وطالع لفوق للجسم، نسيبه يمشي كده يسقع الجسم ما يدخل جوه؟ لا، هندفيه قبل ما يدخل الجسم. طب هندفيه ازاي؟ هتيجي الاوعيه الدمويه اللي فيها الدم الدافي تلف حواليه علشان تدفيه قبل ما يدخل الجسم. هنشوف في الصوره للناحيه دي عندي الوعاء الدموي الدافي راح ولف حوالين الوعاء الدم البارد علشان يدفي الدم اللي فيه قبل ما يدخل الجسم. يلا نقولها واحده واحده. The blood vessels carrying warm blood from the warm parts of the penguin body. مالها؟ wave around، wave around تلتف حول. The other blood vessels carrying cold blood from the cold feet to warm it. يلا نترجمها حتة حتة. The blood vessels الأوعية الدموية carrying the warm blood اللي هي شايلة مين؟ الدم الدافي. From the warm penguin parts body، جايبة الدم الدافي ده منين؟ من الأجزاء الدافية بتاعة جسم البنجوين. From the warm، من الدافي، of the penguin's parts body، من الجسم أجزاء